بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هنبدأ ناخده دلوقتي بقى ان شاء الله ان انا عايزة اعمل تراست ما بين اتنين دومين. عايزة اعمل ايه شباب؟ تراست ما بين اتنين دومين. هو التوبيك ده المفروض ان هو في المادة الجاية مش في المادة دي، او يا ربي حتى مش المادة الجاية اللي بعديها كمان، بس انا دلوقتي هسبق بيها لان المرة الجاية ان شاء الله عايزة اشرح الجروبس، والجروبس ريليتد بحتة التراست وريليتد بحتة التشايلد. فعايزة اخلص النهاردة التراست والتشايلد عشان مش عايزة نشرح الجروب كده ايه حاجة نظري وخلاص واقول لكم هيجيب اليوزرز ما اعرفش منين، لا عايزين نعمل الكلام ده عشان نمهد للتوبيك بتاع الجروب المرة الجاية ان شاء الله. تمام؟ ايه حوار التراست بقى؟ سي دلوقتي ان انا عندي اتنين دومين على سبيل المثال. الدومين الاولاني سيتا، تمام، وعندي دومين تاني سيتا دوت مثلا لوكال، وعندي دومين تاني اللي هو سيسكو مثلا دوت كوم. تمام؟ ماشي. سي دلوقتي يا شباب ده فيزيكال لوكيشن، وده اكيد طبعا في فيزيكال لوكيشن مختلف. فجت شركه سيتا قررت ان هي تشتري سيسكو. تمام؟ المنطق بيقول طبعا ان انا مش ههد الانفراستراكشر اللي عند سيسكو. ايوه، لان المفروض دلوقتي الاجهزه اللي تبع سيتا والاجهزه اللي تبع سيسكو يقدروا ان هم يدخلوا على بعض. انا مش ههد الانفرا البنيه التحتيه اللي موجوده عند سيسكو وابدا ان انا اعمل لها بيلد من اول وجديد. امال الحل المنطقي ان انا اعمل ايه؟ هبلد ما بينهم حاجه بنسميها تراست. هبلد ما بينهم حاجه اسمها ايه يا شباب؟ تراست. تمام؟ عشان تاني الاجهزه اللي تبع سيتا تقدر تدخل على الاجهزه اللي تبع سيسكو. طب مش سيتا ممكن يكون عندها هيراركال؟ هيراركال يعني ايه؟ يبقى عندها هي كمان تشيلدرن تحتيها. زي مثلا عندها كذا دومين تانيين. واحد كمان. واحد كمان. زي مثلا الدومين الاولاني ده تبع اي جي. تمام؟ دايما اللي تشايلد يا شباب بيورث او بيتورث اسم باباه. لما يكون اللي تشايلد اسمه ايجي، على سبيل المثال اللي تشايلد ده مثلا اللي فرع ايجيبت، تمام، البيرنت بتاعه اسمه سيتا دوت لوكال، يبقى الفرع ده هيبقى او الدومين ده هيبقى اسمه ايه؟ ايجي دوت سيتا دوت لوكال. تمام؟ زي مثلا عندنا فرع كمان مثلا في جابان مثلا، تمام، يبقى اسمه ايه؟ جابان دوت سيتا دوت لوكال. طب بفرض ان اي جي تحتيه تشايلد هو كمان زي مثلا سيلز، اكيد طبعا هيتورث هو كمان اسم بابا، يبقى اسمه هيبقى سيلز دوت اي جي دوت سيتا دوت لوكال. وهنا مثلا سي برضو عندهم مثلا اتش ار دوت، هيبقى اسمه ايه؟ جابان دوت سيتا دوت لوكال. تمام؟ عليكم السلام. وسيسكو كذا ايه؟ كذا ابن مورس كده مثلا مسافة بعيدة حتى بنى عنوان بالظبط. السؤال حلو قوي وهقول لك ازاي تحلها دلوقتي يا اسلام ان شاء الله. تمام؟ لان فعلا يا شباب الاسم اللي هو اللي في الاخر ده سيلز دوت اي جي دوت سيتا دوت لوكال ليه ليميتيشن معين، ليه عدد كاركترز معينة. طب لو تعديها مش هيقدر ان هو اصلا يكونكت على الدومين. طب والحل؟ انا هعمله دلوقتي حاجه بنسميها سافكس، هنعمل له حاجه اسمها ايه؟ سافكس. تمام؟ بس هنشوفها كمان شويه دلوقتي يعني يا اسلام. اوكي؟ طب سيسكو، قلنا سيسكو كمان هو ممكن كمان يكون ليه تشيلدرن تحتيه، كذا تشايلد تحتيه. ده ده، وطبعا كالعاده زي ما اتفقنا اللي تشايلد بيتورث اسم بابا. اوكي؟ في عندي انواع من التراست هنشوفها دلوقتي باذن الله. على سبيل المثال من ضمن انواع التراست في نوع اسمه شورت كات. في نوع اسمه ايه يا شباب؟ شورت كات. يعني ايه؟ دلوقتي على فكره لما نعمل التشايلد كمان شويه باذن الله، التشايلد انا مش هبيلد تراست ما بينه وما بين البيرنت بتاعه لوحده كده، دايما بيبقى في تراست ما بينه وما بين البيرنت بتاعه. يعني سيلز دوت اي جي هيتراست في مين؟ في اي جي، واي جي هيتراست في سيتا دوت لوكال. طب سي دلوقتي ان انا عندي يوزر جهاز كمبيوتر تبع سيلز عايز يدخل على جهاز كمبيوتر تبع
سيتا.لوكل. ما هو سيتا.لوكل في اكذا دومين تبع في اكذا ممبر من الدومين اللي اسمه سيتا.لوكل, وسيلز.اي.جي.سيتا.لوكل في برضه اكذا كمبيوتر تبع الدومين اللي اسمه سيلز.اي.جي. مش عارفه ايه صح. جه اليوزر اللي موجود عند سيلز.اي.جي ده نعمل دبل كليك على فولدر موجود عند سيتا.لوكل, ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما يعمل عليه دبل كليك كده هتلاقوا علامه اللي هي الساعه الرمليه دي ظهرت. ليه؟ المفروض دلوقتي ان الاجهزه الاول هتروح تتشيك على التراست اللي ما بينها وما بين سيلز, هيتشيك على التراست اللي ما بينه وما بين اي جي, وبعدين اي جي هيتشيك على التراست اللي ما بينه وما بين سيتا دوت لوكل. تخيلوا بقى لو انا عندي اكتر من تشايلد العمليه هتطول ولا لا؟ ها تاني يا بهي واحدة واحدة تاني. انا كمان شوية باذن الله هعمل تراست ما بين سيتا وما بين سيسكو, بس انا دلوقتي بشرح كمان ان بيبقى فيه باي ديفولت كده تراست ما بيني وما بين التشايلد بتاعي. طب والتشايلد فيه برضه تراست ما بينه وما بين التشايلد اللي تحتيه, تمام؟ هي التراست دي تاني ليه بنعملها؟ ليه؟ لان عايزة اكست الكمبيوتر اللي تكون تبع دومين معين تقدر ان هي تدخل على اكست الكمبيوتر اللي تبع دومين تاني. خدوا بالكم من حاجة يا شباب, سيتا دوت لوكل ده دومين, اي جي دوت سيتا دوت لوكل ده دومين تاني. هو صحيح مشتركين في جزء من النيم سبيس في جزء اللي هو سيتا دوت لوكل, لكن ده اسم دومين وده اسم دومين تاني خالص. بمعنى ان انا لو عندي يوزر اسمه عبير على سبيل المثال تبع سيتا دوت لوكل, وعندي يوزر اسمه عبير تبع اي جي دوت سيتا دوت لوكل, ده يوزر وده يوزر تاني خالص, ده ليه برميشنز وده ليه برميشنز تاني خالص. اوكي يا محمد؟ تمام. ليه تاني؟ لان عبير اللي على سيتا دوت لوكل ده في دومين, وعبير ات اي جي دوت سيتا دوت لوكل ده في دومين تاني خالص. واضحه كده المشكله يا شباب؟ اه هي مش مشكله, واضحه كده الفكره. فانا عندي تاني يوزر تبع الدومين اللي اسمه سيلز دوت اي جي دوت سيتا دوت لوكل عمل دبل كليك على فولدر في الجهاز تبع الدومين اللي اسمه سيتا دوت لوكل, تمام؟ على ما اليوزر الاول يتشيك على الدومين بتاعه, واليوزر سيلز او الدومين سيلز يبدا يتشيك على التراست اللي ما بينه وما بين اي جي دوت سيتا دوت لوكل, وبعد كده اي جي دوت سيتا دوت لوكل يتشيك على التراست اللي ما بينه وما بين سيتا دوت لوكل. العمليه هتطول, تمام؟ فعشان كده ممكن ساعتها اعمل انا بايدي نوع من انواع التراست اسمه شورت كات. اسمه ايه؟ شورت كات. يعني ايه شورت كات؟ على سبيل المثال هعمل شورت كات تراست ما بين سيلز دوت اي جي دوت سيتا دوت لوكل وما بين سيتا دوت لوكل على طول, عشان اول ما يوزر تبع سيتا او سيلز دوت اي جي دوت سيتا دوت لوكل يحاول يدخل على سيتا دوت لوكل يروح له على طول يتشيك على التراست اللي ما بينه وما بين سيتا دوت لوكل على طول. مش لا المره اللي فاتت يا بقى يا باهي باي ديفولت مش هيروح لسيتا دوت لوكل, هيروح له عن طريق ايه؟ ماشي, ما هو ده برضه هيرجع للفوريه. ما احنا اتفقنا لو انا عندي اكتر من تشايلد العمليه هتطول قوي. هتطول, ما انا بقول لك ده انت اكتر واحد ما ينفعش تطول معاك, صح؟ لو جه بس يعمل كده دبل كليك على الفولدر زي ما قلت لك هيسر قدامك كده الساعه الرمليه هيطول العمليه هتطول على لما ده يتشيك على التراست وده يتشيك على التراست اللي فوقيه وده يتشيك على التراست بتاع اللي فوقيه. فالريكومندد ساعتها ان انا اعمل ايه؟ اعمل تراست تراست ما بينهم نوع شورت كات مثلا بتاع ايه؟ يتشيك على التراست اللي ما بينه وما بين سيتا دوت لوكل على طول بالظبط, تمام؟ وخصوصا كمان مثلا ممكن اعمل شورت كات كمان ما بين سيلز دوت اي جي و اتش ار دوت جي اي. واضحه؟ تمام؟ ده نوع من انواع التراست. اوكي؟ يتشكوا على بعض تارت. خد بالك لان دي كلها سيرفرات على نفس السويتش مثلا. لو في نفس الفيزيكال لوكيشن هتلاقي سيرفرات في نفس السويتش. ماشي, ما هو اوريدي في تراست ما بينهم, في تراست ما بينهم, بس الفكره تاني يا خالد ان هما لازم يروحوا. عارف عارف فاكر التوبولوجي بتاع الهابنس بوك؟ ليه؟ الهابنس بوك في الفريم ريلي ايام السي سي ان اي مش كانوا كلهم بيروحوا للسيرفر الرئيسي؟ اعتبر لي سيتا دوت لوكل ده كده الهاب بتاعهم. اي حد عايز يروح لاي حد بيروح لمين, او اي حد عايز يتشيك على تراست ما بينه وما بين اي حد لازم يتشيك على مين؟ سيتا دوت لوكل. طب انا مش عايز العمليه تطول قوي كده, انا عايزاهم يتشيكوا على بعض دايركت, اعمل ايه ما بينهم؟ بايدي انا اللي لازم اعمل شورت كات تراست. واضحه كده؟ هتحس بيها قوي قوي زي ما قلت لك لو عندك اكتر من تشايلد تحت التشيلدرن بتوعك, تمام؟ طيب تعالوا نعمل بقى التراست دلوقتي.
الاثنين. تعالوا بقى نعمل دلوقتي تراست ما بين سيتا دوت لوكال وسيسكو دوت كوم ونشوف ازاي ان انا هبيلد التراست ما بينهم ونشوف انواع التراست اللي انا ممكن اعملها. انا اوريدي دلوقتي عندي المكنه الرئيسيه اللي احنا شغالين عليها، انا بس سميتها بي دي سي تمام، ومكنه جديده فكيت الضغط عنها اسمها تراست تمام. هقلل بس الرامات بتاعتها شويه. دي اللي هي بقى الرئيسيه بتاعتنا خالص اللي شغالين عليها من اول الكورس. اللي اخر حاجه كنا عملناها ليها عملت مكنه 2008 وعملت لها ابجريد والكلام ده، لا ده انا قلته خلاص مش محتاجاه. احنا كنا بس دي اول مكنه احنا كنا عاملينها خالص اللي عليها 6 دوت لوك بتاعنا الرئيسي خالص تمام. هنقول بقى المكنه دي اللي هي اسمها تراست اوكي، وهبدا ان انا اعمل عليها دومين كنترولر هسميه سيسكو دوت كوم تمام، وبعد كده نبدا نسجل تاني ونشوف ازاي هنبلد التراست ما بينه. فهوقف دلوقتي لان حته ان انا اعمل دومين جديد دي اعتقد ما فيهاش اي مشكله صح. بعد ما عملنا الدومين التاني سيسكو دوت كوم معايا اسلام، بعد ما عملنا الدومين التاني انا عندي دلوقتي سيتا دوت سيتا دوت لوكال وسيسكو دوت كوم. سيتا دوت لوكال اللي هو البي دي سي ده تمام. عليه كده علشان دلوقتي اقدر ان انا اعمل، واحنا كنا بنعمل ايه اخر حاجه اي اف ام عندي سيتا وسيسكو وعايز اكونكت عليهم، كونكت عليهم سيرفر واحد ولا سطر لكل واحد ماشين؟ لا ما هو كل واحد على فيزيكال ماشين مختلف وفيزيكال لوكيشن كمان مختلف. لما اجي اشتغل بقى بشتغل على كل ماشين لوحدها ولا كل ماشين بتجمع بين الاثنين واشتغل؟ انت ممكن طالما في تراست، طالما في تراست ما بين الاثنين انت ممكن تيجي مثلا على الاولاني وعن طريقه تمانج الثاني. بيبقى من واحد يعني؟ لا لان ده دومين وده دومين ثاني خالص. طب انتم مستعجلين ليه؟ هنشوفها بعدين. في حاجه شبه زي كده كانت بس البروجرامر كان بين الجافا والداتا بيز عملوا برنامج بس كنت بكونكت على الاثنين من برنامج واحد. تمام طيب ما احنا عارفين ان الكونسول الواحد، الكونسول الواحد خالد محمد عارفين ان الكونسول الواحد ممكن ان انا اتشينج الدومين او تشينج الدومين كنترولر ومانج بيه دومين تاني، وده هيسمح لي كده لان في تراست ما بين الاثنين تمام. هنشوفها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هنعمل خطوه كده في الاول، ده سيتا دوت لوكال وكنت اخر حاجه عاملينها او هو ده السيرفر الرئيسي بتاعنا. علشان اقدر ان انا اعمل حته التراست دي يا شباب لازم الاول الاثنين يشوفوا بعض كدي ان اس، لازم ايه يشوفوا بعض كدي ان اس. فانا هعمل حركه دلوقتي كده، هفتح الدي ان اس مانجمنت دوت ام اس سي مايكروسوفت مانجمنت كونسول تمام. هعمل حاجه هنا ما بينهم بنسميها كونديشنال فوروردر. كونديشنال ايه؟ فوروردر. وقدام باذن الله هنشرح الفوروردر والكونديشنال فوروردر بالتفصيل لما ناخد الدي ان اس تمام. فكرته بس كده على السريع لغايه ما ناخده ان ديتيلز، ان معنى كده انا دلوقتي على سيتا دوت لوكال اي حد هيحاول يروح على سيسكو دوت كوم انا هبعته للاي بي بتاع الدي ان اس اللي هناك، لكن لو عايز يروح لاي حد تاني على مستوى الانترنت هديله مثلا اخليه يروح عن طريق الروت هند. فاكرين لما كنا بنتكلم عن النظري بتاع الدي ان اس تمام؟ كنا قلنا عندي 13 سوبر كمبيوتر اسمهم روت هند صح؟ وكنا قلنا ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها فوروردر. فوروردر يعني ايه؟ يعني دلوقتي الريكوستات لما تيجي للدي ان اس سيرفر بتاعي لو الدي ان اس سيرفر ما عندوش المعلومه دي هيبعته لدي ان اس سيرفر تاني انا اللي هحدده له. ازاي الكلام ده؟ عن طريق ان انا هاجي هنا على كليك يمين على السيرفر بتاعي بروبرتيز تمام؟ هلاقي في هنا تاب اسمها فوروردرز. هاجي هنا اقول له ايديت واضيف هنا الفوروردر اللي انا عايزاه. اضيف هنا ايه يا شباب؟ طب ايه ال اف اي 80 كولون كولون واحد ده؟ حد فاكر ايه الاي بي ده؟ كان ايه؟ لوك باك؟ لا التاني كولون كولون واحد. اه ال اف اي 80 ده تقريبا اللي هو كان بيصعد نفسه فيه اللي هو اللينك لوكال صح؟ طيب انا دلوقتي مش عايزه ان انا اعمل فوروردر، انا عايزه اعمل كونديشنال فوروردر. يعني ايه؟ تاني ان اي حد هيروح لسيتا دوت كوم سوري سيسكو دوت كوم هبعته على الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر بتاعهم، واروح هناك عند الطرف الثاني عند سيسكو دوت كوم برده واعمل عليه كونديشنال فوروردنج ان اي حد عايز يروح على سيتا دوت لوكال ابعته على الدي ان الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر بتاع سيتا دوت لوكال تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ على كونديشنال فوروردر كليك يمين هقول له نيو كونديشنال فوروردر.
اي حد هيحاول يروح على سيسكو دوت كوم تمام هبعته على 192.168.1. انا حاطه الدي ان اس اللي هناك 201، اكليك كده في اي مكان بعيد هو اداني ايرور بس جاب لي اسم الماشين. ده عادي جدا في الدي ان اس 0، ده عادي جدا تمام. قول له اوكي عادي واقبلها منه. تعالى بقى اروح عند الطرف الثاني، هنعمل نفس الحوار بالظبط. هفتح الدي ان اس كونسول. الخطوه دي ثابته في مجال التواصل. ليه لازم الاثنين يحسوا ببعض اساسا كدي ان اس يا محمد؟ والمشكله ان انا مش عايزه العب في خانه الدي ان اس لان كل واحد هيشاور على نفسه في 127. فاحسن حاجه احسن طريقه ممكن اعملها بيها، هي طبعا ليها حلول ثانيه بس احسن طريقه بعملها بيها حته الكونديشنال فورورد تمام. هاجي هنا ادخل على ماستر واجي على كونديشنال فورورد. زي مثلا السيرفر هو الاديشن، واروح مثلا اي بي بتاع مثلا بايمري، لان اساسا الاديشنال بيشاور على نفس الدومين، لكن ده كل واحد في دومين مختلف، فكل واحد عايز يشاور على نفسه كدومين مستقل تمام. نيو كونديشنال فوروردر، انا عايزه اروح لو سيتا دوت لوكال. ثواني بقى اشوف الاي بي بتاع السيرفر ده كام. فين .1.200. هكليك كده في اي مكان بعيد هيحاول يرزولف، حتى لو ما قدرش ان هو اتمت تو ريزولف عادي جدا ما فيش اي مشكله. زي ما اتفقنا الايرور ده بيبقى طبيعي جدا، حتى مش عادي دايما اصلا جايبه اهو. حتى لا انا دلوقتي على 201، على 202 بتاع سيسكو. انت بتعمل على سيسكو يشاور على سيتا، وبتعمل على سيتا يشاور على سيسكو تمام. حتى لو ما جابهاش هنا يا عادي، دايما ده ايرور ثابت كده في الدي ان اس تمام. اوكي لا انا اقصد ان انا دلوقتي على سيسكو. تعالى اتاكد كده دلوقتي يا محمد، سي ام دي شباب شباب اهو هو اماي. انا دلوقتي على مين؟ على سيسكو. لو جيت ابنج على سيتا دوت لوكل جاب لي الاي بي تمام. الاول كده بقى هظبط كده الدي ان اس عندي. هو ما جابهوش ثواني ثواني بس عشان اظبط الفاير وولز. وعند ده برضو كلهم واقفين تمام. ولا بنك اللي انا واقفه عليه دلوقتي انا كده على سيسكو. طيب احنا لما جينا عملنا لما جينا حطينا اي بي حطيناه 202 على سيسكو 202. واحد دلوقتي على ايه بس؟ واحده واحده. انا دلوقتي هو اماي. انا دلوقتي على مين يا باهي؟ على سيسكو. سيسكو اي بي كونفيج. الاي بي بتاعي كام؟ فلما جيت في خانه الكونديشنال فورواردنج قلت له شاور على 200 اللي هو بتاع السيتا. تمام؟ وهناك عملنا العكس. وهناك عملنا العكس، يعني لو جيت هنا كده هو اماي، انا دلوقتي على مين؟ على السيتا، تمام؟ الاي بي بتاعي كام؟ 200. فلما عملت كونديشنال فورواردنج خليته يشاور على سيسكو. لا هوست، في فرق ما بين هوست نيم، هوست نيم بيجيب لي اسم الماشين تمام. هو اماي انا داخله بايه؟ فطبيعي ان انا داخله دلوقتي باللوكال ادمنستريتور، سوري بالدومين ادمن صح. الدومين بتاعي اسمه سيتا وانا داخله على ادمنستريتور. لو عايز تعرف معلومات كامله في هو اماي مسافه على اول، بس بيجيب لي كميه معلومات كتير قوي بقى، ديتيلز كتيره جدا. هيجيب لك ايه هي بقى الجروبات اللي انت منها ومش عارفه، هيجيب لك معلومات كتيره قوي. فانا عن نفسي بتوه فيه، عشان كده بفضل هو اماي لوحدها. حتى بيجيب لي كمان السد بتاع اليوزر. دي شباب دي كمان بالمره طالما جت سيره الامر ده، دي برده تعتبر طريقه ثالثه اهو بنشوف بيها السد بتاع
الاكونت ده تمام. حد وقع مني كده في حاجه ولما جيت ابند من هنا لهنا انا دلوقتي على سيتا. لو جيت ابند على سيسكو دوت كوم ريبلاي من الطرف ده وريبلاي من الطرف ده كده في اي مشكله اقدر كده بقى ان انا قابلت التراست ما بينهم. قابلت التراست ازاي؟ من اي سيرفر فيهم. هفتح السيرفر مانجر وادخل على تولز. ثواني بس الاول يكولكت الداتا. لان انا عامله كونديشنال فوروردنج. هو ده كله نتيجه ايه؟ انا عملت الكونديشنال فوروردنج عشان اوصل للنتيجه دي. انا جيت على الدومين الاولاني سيتا دوت لوكال. عملت عليه كونديشنال فوروردنج بيقول ايه؟ ان اي حد يحاول يروح على سيسكو دوت كوم واديت له اي بي الدي ان اس بتاع سيسكو دوت كوم تمام. وجيت هنا على سيسكو دوت كوم عملت عليه كونديشنال فوروردنج بيقول ايه؟ ان اي حد تبع سيسكو هيحاول يوصل لسيتا دوت لوكال اديت له ساعتها الاي بي بتاع الدي ان اس بتاع سيتا دوت لوكال تمام. وبالتالي الاثنين كاسامي شايفين بعض. واضحه كده؟ هو عموما التراست احنا هناخده قدام برضو باذن الله بالتفصيل. بس زي ما قلت لكم انا مش عايزه ناخد الجروبس كلمتين نظري وخلاص. انا بجهز ده كله تمهيد عشان لما ناخد الجروبس اصلا ابدا ان انا ابروز فعلا واحس ان بجيب اليوزرز من دومين تاني ولا لا، اعرف اجيبهم ولا لا. نشتغل حاجه بايدينا. انا عشان انا مش شرط كام تراست، لازم اكون انا اصلا بين الاثنين دومين. خد بالك من حاجه، في حاله التشايلد اساسا كده كده كل تشايلد بيبقى تراستد في البيرنت لوحده. يعني كمان شويه لما ناخد التشايلد باذن الله انا مش هعمل اي تراست بايدي، هو هيبقى تراستد في الايه؟ في اللي فوق لوحدي. الفكره تانية ان انا زي ما قلت لك عايزه اعمل تراست ما بين واحد تشايلد تحت قوي والبيرنت اللي فوق قوي بتاعه، او اتنين تشيلدرن بس كل واحد في تري مختلف. ما هو طبيعي كده كده كل واحد في دومين مختلف. الاسم كده مختلف ولا لا اساسا يا باهي؟ النيم سبيس مختلف ولا لا؟ صح؟ طالما النيم سبيس مختلف يبقى شور كده ايه؟ كل واحد في دومين مختلف. يعني ده الدومين هنا اسمه ايه؟ والدومين هنا اسمه ايه؟ يبقى ده دومين وده دومين تاني خالص. النيم سبيس نفس التري لكن دومين مختلف. تاني يا باهي، بمعنى ان انا لو عندي يوزر اسمه عبير، هو ده دومين وده دومين؟ اه ده دومين وده دومين وده دومين. طالما اسم النيم سبيس مختلف يبقى كل واحد في دومين مختلف. بس هو مش كل ده دومين؟ لا، فورست فورست فورست. اه طب ما هي برضه دومين واحد. لا، الاسم هو اللي بيدل على الدومين تمام. بمعنى يا بيه لو انا عندي يوزر زي ما قلت لك، مش انا عندي هتبقى كذا تبع سيتا دوت لوكال صح؟ هتبقى ممبر من الدومين، عضو من الدومين اللي اسمه سيتا دوت لوكال. فلو انا عندي دومين كنترولر، يعني حتى لو في هنا يوزرز هم اصلا كلهم ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت هنا كريت يوزر اسمه عبير، مظلوم، هو مش كل ده دومين المفروض. لا، فورست فورست يا باهي، احنا كنا شرحين الكلام ده زمان. كله على بعضه ده ايه؟ فورست. بس ده برضه دومين؟ لا، كل واحد من دول، كل نيم باهي باهي، كل نيم سبيس يعني اسم كده بيشاور على دومين مستقل. الاديشنال اللي انا عملته قبل كده كان بيشاور الاثنين كانوا في نفس الدومين لسبب، لان لو تفتكر الاديشنال لما انتوا كنتوا بتعملوه ما كانش بيقول لي احط لك اسم ايه، ده كان لوحده كده بيروح ياخد الاسم بتاع البرايمري صح. فلما كنت عملت البرايمري والاديشنال الاثنين تحت نفس الدومين اللي اسمه سيتا دوت لوكال، لكن المره دي انا هعمل تشايلد مختلف هو تماما. المفروض ان هو مع ده في الدومين، الجهاز ده المفروض ان هو مع ده في ده دومين. لا بص، هو مش الجهاز ده، هو ده. لا، في دومين واحد، ده تشايلد في فورست واحد، في الفورست واحد. انت فاهم بقى؟ ايوه. استنى اوقف بقى. طيب لو انا عايزه بقى دلوقتي ابيلد تراست ريليشن شيب ما بين سيسكو وما بين سيتا، هاجي تحت سيرفر مانجر تحت تولز واختار هنا اكتف دايركتوري دومينز اند تراست تمام. لو جيت افتح سيتا دوت لوكال مفيش اي هنا، بس هو
دلوقتي انا دلوقتي كده ببيلد تراست ما بين سيتا دوت لوكال وما بين سوسو دوت كوم اللي هو السيناريو ده ليه ده في دومين وده في دومين مستقل تاني خالص. اعتقد دي بقى واضحه بالنسبه لك. ده في دومين خلينا كل واحد يشاور على التاني بالكونديشنال عن طريق الكونديشنال كوارتر. اهم حاجه عندي ان هم يشوفوا بعض بالاسم تمام. اقدر بعد كده ان انا بيلد التراست ما بينهم تمام. فقلنا تاني هفتح اكتف دايركتوري يوزرز اند دومينز اند تراست. لو جيت افتح سيتا دوت لوكال مفيش اي تراست تحتيه فكليك يمين عليه واقول له بروبرتيز واجي على التابه اللي اسمها تراست. في اي تراست هنا؟ مفيش. فاجي هقول له هنا ايه؟ نيو تراست. هيظهر قدامي ويزرد نيكست. طب انت عايزه تعملي تراست ما بينك وبين الدومين اللي اسمه ايه؟ سيسكو دوت كوم. عشان كده كان يهمني جدا ان هو يشوفه بالاسم لاني هكتب هنا اسم الدومين بالاسم. نيكست. انت عايزه نوع التراست يكون اكسترنال تراست ولا فورست تراست؟ يعني ايه اكسترنال؟ معناها ان سيتا دوت لوكال تتراست في سيسكو دوت كوم بس كده وسيسكو دوت كوم تتراست في سيتا دوت لوكال بس. لكن اي تشايلد تحت سيتا ما يقدرش ان هو يتراست في سيسكو ولا يتراست في التشايلد اللي تحت سيسكو ولا التشايلد اللي تحت سيسكو يتراست في التشايلد اللي تحت سيتا. اكسترنال يعني ايه تاني يا شباب؟ الاثنين البيرنت بس هما اللي تراستوا في بعض رغم ان التشايلد بيثق في البيرنت زي ما قلنا من شويه. ورغم كده التراست ما بينهم هيبقى ما بين على مستوى التو بيرنتس بس تمام. يعني الاجهزه اللي تحت اللي تابع سيتا دوت لوكال والاجهزه واللي اقصد بالاجهزه هنا يا باهي عشان ما اتلخبطش تاني اللي اقصده بالاجهزه اجهزه الكلاينتس مش اللي تشيلدرن اللي تحتيه تمام. الجهاز اللي هو ممبر من الدومين. لو عملت الخطوه دي هو مثلا عندي يجي سيتا دوت لوكال مش هيقدر يشوف اي جهاز من اللي هنا؟ اه لو انت عملته اكسترنال الخطوه الثانيه بقى يقدر. لو عملنا ده لا مش اه هي دي اللي قصدي عليها. لو احنا عملنا الخطوه الثانيه اللي هو الاوبشن الثاني فورست ده فورست معناه تراست على المستوى ككل بمعنى الاثنين بيرنت هيتراستوا في بعض والتشيلدرن بتاعهم هيثقوا في بعض والتشيلدرن هيثق في البيرنت بتاع الثاني والتشيلدرن هيثق في البيرنت بتاع الاولاني الليله كلها تراست في بعض. فورست هتشوف الدومين وده دومين ثاني يعني اه فورست هتشوف الفورست بالظبط. التشيلدرن هيشوفوا بعض على طول. ده كيف ايه؟ في حاجه ايه ده؟ الشيلدرن هيشوفوا بعض على طول ولا لازم يدفع نظام كده؟ تاني كده؟ الشيلدرن هيشوفوا بعض على طول؟ لا لو عايزهم يشوفوا بعض على طول يبقى اعمل ما بينهم شورت كات. هما هيثقوا في بعض برضه عن طريق البيرنس بتاعتهم. يعني شورت كات واعمل من سيسكو سيسكو بالظبط عشان يشوفوا بعض طيب ما بين الشيلدرن اللي تحت؟ اه لكن غير كده لازم يدفع للبيرنس الاول. تمام بالظبط تمام. هنا في حالتي طبعا يا خالد مش فارقه لان انا عندي اتنين دومين بس الحكايه كلها. افرض ان انت زي ما قلت لك عندك تشيلدرن تحت سيسكو وتشيلدرن تحت سيتا وعايز الاقسام دي كلها تتراست في بعض لانك ساعتها لو ما اخترتش فورست تراست معناها ان الاجهزه اللي تحت سيتا والاجهزه اللي تحت واجهزه الكلاينتس بقى اكيد تاني اجهزه الكلاينتس بيه الاجهزه الكلاينتس اللي ممبر من الدومين اللي اسمه سيتا واجهزه الدومين الكلاينتس اللي ممبر من الدومين اللي اسمه سيسكو هم بس اللي هيتراستوا في بعض. ده لو احنا عملنا اي واحده لو انا عملت لها اكسترنال اكسترنال من اسمها خارجي يعني الاثنين اللي فوق البيرنت بس هم اللي هيشوفوا بعض بكل التحتيم كل اللي تحتيهم اللي هي تقصد ايه اللي تحتيهم؟ اكس الكلاينتس اه الاكس العاديه اه تمام ماشي شباب. قلت لكم هنا في حالتي طيب مش فارقه لان كده كده اصلا ايه ما عنديش غير الاثنين دومين بس تعالى ناخدها يلا فورست تراست نيكست. بيقول لي انت عايزه دلوقتي تعملي تراست نوع تو واي ولا وان واي انكومينج ولا وان واي اوت جوينج. نمسك واحده واحده. تو واي معناها ان الاجهزه اللي تحت سيتا هتثق في سيسكو وسيسكو هيثق في سيتا تمام. الاجهزه اللي تحت سيتا دوت لوكال اجهزه الكلاينتس اللي تحت سيتا دوت لوكال هتقدر تدخل على الدومين بتاع سيسكو والاجهزه اللي تحت سيسكو هتقدر تدخل على الدومين بتاع سيتا ده يثق في ده وده يثق في ده تمام. وان واي اصل مش شرط يا شباب ان انا بعمل تراست ان ده يثق في ده وده يثق في ده. انا ممكن اعمل تراست وان واي. تراست وان واي يعني ايه؟ دايما على فكره اتجاه البرميشنز عكس اتجاه التراست. بمعنى لو انا قلت دلوقتي ان سيتا هيثق في سيسكو ده معناه ايه؟ ان الاجهزه اللي تحت سيسكو تقدر تدخل على الاجهزه اللي تحت سيتا
الاجهزه او العكس يعني. طبعا او العكس نقراها كده واحده واحده اكسل ممبرز طبعا تمام نقراها واحده واحده. وان واي انكومينج يعني ايه؟ اليوزرز ان ذيس دومين اليوزرز اللي عندي انا في الدومين بتاعي كان بي اوثنتيكيتد ان ذا سبيسيفايد دومين. يعني ايه؟ الاجهزه اللي عندي انا الطرف الثاني هيثق فيهم رغم ان انا بقول له انكومينج لكن ده معناه ان الناس اللي عندي الطرف الثاني هيثق فيهم تمام؟ انما الناس اللي عندي مش ينفع يثقوا فيهم. ايوه. طب وان واي اوت جوينج انا بقول اوت جوينج يعني التراست خارجه ورغم كده ده معناها يوزرز ان ذا سبيسيفايد دومين اليوزرز اللي عند الدومين الثاني كان بي اوثنتيكيتد ان ذا دومين اقدر ان انا اثق فيهم يعني لو حاولوا يدخلوا على الشيرنج عندي هثق فيهم ان هم يدخلوا على الشيرنج عندي. امال الثانيه فين؟ اللي هي لا اقرا ثاني يا خالد وان واي انكومينج ها اليوزرز في الدومين ده الطرف الثاني بيثق فيهم يعني اليوزرز اللي عندي يقدروا يدخلوا على الشيرد فولدر اللي هناك مثلا. تفاصيل النهارده يعني انا اللي عندي هيقدروا يعملوا شير يعني. طب استنى استنى يا خالد استنى. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا تاني تو واي يا شباب يعني الطرفين بيثقوا في بعض. وان واي انكومينج انكومينج يعني الناس اللي جايه لي احنا اتفقنا التراست عكس اتجاه البرميشن تمام. انكومينج مش معناها الناس اللي جايه لي انا هثق فيهم لا ده معناه اليوزرز ان ذس دومين اليوزرز اللي عندي لما يروحوا للدومين اللي قصادي هو هيثق فيهم ويسمح لهم يدخلوا على الشيرنج اللي عنده. طيب وان واي اوت جوينج اوت جوينج مش معناه الناس اللي طالعه من عندي لا ده معناه ان اليوزرز اللي في الطرف الثاني لما يجوا عندي انا هثق فيهم ان هم يدخلوا على الشيرنج فولدرز اللي عندي تمام. بالمره كده طالما جينا على الجزء ده بيقول لي يوزرز ان ذس سبيسيفايد دومين ريل ام ريل ام ده يا شباب ده الدايركتوري سيرفيس الخاص باكست لينكس اصلا مش المايكروسوفت هي اللي عندها بس اكتف دايركتوري اللينكس واليونكس هم كمان عندهم اكتف دايركتوري بس ما اسموش بقى اكتف دايركتوري اسمه دايركتوري سيرفيس اسمه ايه؟ يعني نفس الفكره بس طبعا كونفيجريشن مختلفه تماما اكيد السيرفرات كلها تقريبا في كل الشركات بس ليهم برضه دايركتوري سيرفيس بالظبط فاسمه ايه عندهم؟ ريل ام تمام يا شباب؟ نيكست طبعا الريكومندد انت عمرك ما هتشتغل اصلا يا باهي وان واي انت طول عمرك هتشتغل ايه؟ تو واي المنطق بيقول دايما ان احنا بنشتغل تو واي ده حاجة شوف الاوبشن اللي انت عايزه مايكروسوفت ما ثبتش ليك ليه؟ اصل هو يعني انا دلوقتي عايز الاجهزه اللي هنا الدومين ده يثق فيه الاجهزه اللي هنا برضه الدومين ده يثق فيه يبقى ساعتها اختار تو واي في الاول اهو اول اوبشن هو اول اوبشن تو واي يعني اول اوبشن بيجمع الاثنين تمام كي احنا اتفقنا مايكروسوفت مش سايبه لك اي اوبشن نهائي قال ان انا اوبشن ده كنت فاكر طب انت وان بيقول لي اكريت لك التراست بقى على ذس سايت اونلي على الدومين اللي انا واقف عليه ولا بص على الطرفين اصل خدوا بالكم من حاجه انا الخطوات اللي انا هعملها دي المفروض ان انا هعملها على التو دومينز على التو اكتف دايركتوريز تمام فبدل ما اخلصها هنا واروح على الطرف الثاني واعمل نفس العمليه ثاني اشغل نفس الوزر انا ممكن اقول له هنا ايه شغل لي التراست على الطرفين وخلاص تمام طب لو قلت له نيكست هو اي حد كده يروح جايب مكنه دومين كنترولر ويعمل تراست ما بينه وما بين دومين ثاني ولا المفروض يقدم الكريدنشلز بتاعه الدومين الثاني صح الدومين الثاني اللي هو سيسكو دوت كوم يعني هو هنا عايز ايوه لا بالظبط ليه عشان مش اي حد كده يجي يروح عامل لي دومين تمام او اقصد يعني ان هو يبلد تراست ما بين الاثنين هو هنا بيتشيك على كريدنشلز طب في سؤال هو انا هنا عندي ادمين وهنا عندي ادمين ده ممكن يعمل تراست وده ممكن يعمل تراست تاني ولا الادمين بس لا خد بالك انت عشان تعمل تراست اصلا لازم الطرف الثاني هتعمل برضه عليه نفس الوزرد هخش بالوزرد يعني طب ما احنا قلنا بقى مش هنعمل نفس الوزرد قلنا هنختار ماشي حتى لما عملت من الاثنين من نفس الوزرد انا اقصد ان الطرف الثاني لازم يسمح لك في عندي مشكله هنا ثواني اكسس دينويد انا تقريبا كتبت البتاع غلط طب
الغلطه اللي انا عملتها يا شباب ان انا كتبت سيسكو على ادمنستريتور لو قلت له باك كده لانه بص هو بيقول لي اوريدي ان انا داخله على cisco.com فكان المفروض اكتب له ادمنستريتور على طول مش سيسكو على ادمنستريتور تمام اي باشا باك باك لا كتير باك باك دي لا اللي هو الوقت دي في حاجه لا الثانيه كان الاوبشن كمان اللي قبليها الاكسترنال والفورس الاكسترنال يعني الاثنين بيرنت بس بيسكو تمام هنا بقى بيقول لي اشغل لك فورست وايد اوثنتيكيشن ولا سيلكتيف اوثنتيكيشن فورست وايد يعني معناه انا بشغل كده الاوثنتيكيشن بصفه عامه او البرميشنز بصفه عامه على كل الفولدرز على كل ايه الفولدرز تمام جهازين هيثقوا في بعض هيدخلوا على كل ايه الشيرنج بتاع بعض ابعدوا عن سيلكتيف اوثنتيكيشن لان هي هتبقى عمليه مرهقه جدا صحيح السكيورتي بتاعها اعلى بس انا كده هظبط برميشنز وسكيورتي على مستوى كل فولدر فلود جامد جدا تمام صحيح السكيورتي هتبقى اعلى بس كل على مستوى كل تمام فانا دلوقتي هقول له ايه لا خلينا في الفورست وايد اوثنتيكيشن ايه ده اخدتوا بالكم ان انا لما ضغطت نيكست الشاشه دي ظهرت تاني ايوه مره ليا ومره ليه لان انا بشغل دلوقتي الاوثنتيكيشن او التراست على الطرفين مره ليا ومره ليه نيكست طيب ده سامري على اللي بيحصل طب لو قلت له نيكست سامري تاني تمام في ايه اكسس سنايد ايه بس وما اعرفش هنا اكسس دينايد ليه بس هو هنا بناها اوريدي هو هنا اوريدي بناها تعالوا نروح عند الطرف الثاني كده اتشيك عليه وانا هرجع للطرف الثاني واعمل دوت باس نفس الطريقه دي لا ما انت وانت بترد على الموبايل انا عملت الاثنين في نفس الوزر دي يا محمد يعني هو كان عندي اوبشن هو اللي عايز يعمل تمام طب دلوقتي ده انا هسوي ثواني بس كده اسلام اتاكد بس ان كان مديني هنا مشكله ولا لا هو هنا عادي يا شباب قال لي ايرور لكن الدنيا ماشيه تمام مفيش اي مشكله عمل لي هنا تراست هنا ظهر هنا وفي تراست الطرف الثاني عايزين نجربه ازاي ماشي اوكي حاضر انا بقول لكم بس دلوقتي انا بظبط الحوار ده يا محمد لسبب ان انا عايز اعمل ايه عشان بأهد لما نشغل الجروبس المره الجايه ان شاء الله تمام بس كنوع تيست على السريع طبعا انا مشغله مكانتين لو قومت مكان اكتر من كده بقى ايه واحد تبع الدومين ده واحد تبع الدومين ده الدنيا هتتقل معايا جدا طب هنتست بطريقه تانية ايه هي هاجي على سبيل المثال على الدومين بتاع سيتا اتاكد كده عشان تتاكدوا الاول ان انا تبع سيتا تمام لما اجي اشير فولدر في مثلا فولدر اسمه اي اف ام ده كليك يمين بروبرتيز تمام شيرنج لو دخلت على ادفانسد شيرنج شير تمام لو جيت هنا على بيرميشنز طب لو عملت شير بس مش ادفانسد لا دايما خليك في ادفانسد احنا كده لان انا عايزه لو انت اخترت ادفانسد شيرنج بيديك اوبشنز افضل بكتير ابسط حاجه دلوقتي يا باهي ان انا ممكن اظبط البيرميشنز ابسط حاجه ايه ان انا ممكن اظبط البرميشنز بص كده لو انا قلت له اد تمام باي ديفولت بيسحب دلوقتي اليوزرز منين من سيتا دوت لوكال لوكيشن بص ظهر عندي ايه الاوبشن التاني اللي اسمه سيسكو دوت كوم لو قلت له دلوقتي كده ادفانسد فايند ناو انا سبيسيفايد ايرور في حاجه عندي غلط على فكره ايرور ده في حاجه فيه طب نجرب هنا تاني لو كده كبرنا ان احنا اصلا هنشيل التراست ونعملها تاني مفيش مشكله الحاجات الاوبشنز دي كلها اصلا يا باهي مش هتسر لو انت كنت اخترته ايه الشيرنج اللي هو العادي ده على سيسكو في هنا على سيتا اهو ادفانسد فايند ناو وجاب لي هنا اليوزرز هو تقريبا بقى السيرفر بتاع سيسكو ده محتاج ريستارت مش اكتر يعني لان هنا لما انا عملت سيرش على
سيتا على اليوزرز اللي عندي سيتا ظهرهم لي عادي. فتقريبا سيسكو كده محتاج ما كانش هيجيبهم اصلا، ما كانش اساسا يا محمد لو كنت قلت له لوكيشنز ما كانش هيجيب لي اصلا الاوبشن ان انا اسحب اليوزرز منين، من سيتا دوت لوكال. باكد تاني انا على انهي سيرفر دلوقتي يا شباب؟ انا على انهي سيرفر؟ على سيسكو. ورغم كده قدرت ان انا اسحب اليوزرز اللي عند سيتا. اصلا حاجه مش محمد احمد صلاح ده و ده معنى ايه؟ ده معنى ايه بهي؟ ان انا كده بس بظبط البرميشنز للناس اللي في دومين مختلف يدخلوا على الفولدر بتاعي. اديهم برميشن؟ بتديهم برميشن. طب لما انا اجي عند تراست كل واحد مثلا اللي هو ادمنستريتور تاني كده؟ لا ده ادمنستريتور وده ادمنستريتور تاني خالص. ده اليوزر نيم وباسورد وده اليوزر نيم وباسورد. لما انا اجي عند تراست عندي واحد يخش فيهم ولا ادمنستريتور تاني؟ لا ما خد بالك ده دومين وده دومين تاني، ده دومين وده دومين تاني خالص. اي حاجه فيهم جيت عند التراست على التاني الادمنستريتور دول هيخش ولا ممكن اي ادمنستريتور تمام وعايز مثلا يعمل حاجه تبع حاجه ثانيه؟ ايوه ما انت انا عامله التراست دي عشان اوريدي اسمح للاثنين يدخلوا على بعض. اما حته بقى انك تظبط برميشنز لناس معينه دي هناخدها ان شاء الله في حاجه اسمها السكيورتي. حتى التراست يتقفل؟ لا مش التراست يتقفل، انا اقصد هنا يا محمد لو يا اسلام لو جيت على التابه بتاعت السكيورتي انت ممكن تشيل الليسته دي كلها وتسمح لناس معينه بس هي اللي تدخل على الفولدر ده. يعني انت مثلا مش عايز الادمنستريتور بتاع الطرف الثاني يدخل بس انا كنت عاملاها في التابه بتاعت الشيرنج. لا قدام لما ناخد السكيورتي ان شاء الله لما ناخد الشيرنج بيرميشنز هكتشف ان انا ممكن كمان ازود البيرميشنز بتاعتي. مثلا يا محمد ان هقول الادمنستريتور بتاع اللي جاي لي من سيتا ليه ريد بيرميشن، لكن الادمنستريتور اللي على سيسكو ليه ريد ورايت ويعمل كل حاجه ويرينيم موديفاي وكل حاجه. بس انا مش عايزه ادوس جامد في دي دلوقتي لان كده في السمستر ده ان شاء الله في الماده دي هناخد البيرميشنز اصلا والسكيورتي تاب ده بالتفصيل الممل. تمام كده؟ انا كده قدرت ان انا بيلد تراست ما بين الاثنين ولا لا؟ خلاص؟ طيب سؤالك بقى يا محمد يا اسلام انا اسفه، لما كنت بتقول لي اسم النيم سافكس او النيم سبيس الاسم اللي تحت ده بتاع التشايلد لو كبر قوي 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 زياده عن اللزوم، ده السؤال اللي انت سالته لي قبل ما تاخده بريك صح؟ ايه اللي هيحصل؟ كبيري في النيم سبيس يا شباب 64 كاركتر، كبيري في النيم سبيس قد ايه؟ طب لو انا عندي دومين تحت سيلز افرض ان انت بقى بدات تستهبل وكتبت اسم الدومين ذات نفسه اساسا يا باهي كبير، يعني انا دلوقتي كاتبه سيتا دوت لوكال، لا ده انت هتكتبه سيتا اكاديمي مش عارفه ايه دوت لوك، اسم الدومين نفسه لوك كبير واسم التشايلد كبير وكذا تشايلد، فالاسم يعني كده شركه كذا فرع كذا تبع كذا قسم كذا. المهم عندي ان النيم سبيس المفروض ما يزيدش عن كام؟ 64، لان اليوزر لو حاول ساعتها يلوجن على الماشين والنيم سبيس بتاعه كبير قوي عدى ال 64 مش هيعرف يلوجن. طب والحل؟ قال لك انت ممكن تعمل له اليس. اليس يعني ايه؟ اسم بديل اصغر شويه بحيث اليوزر يلوجن عليه. يعني لو جيت هنا كده على اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز لو دخلت هنا على كلمة Active Directory Sites and Services نفسها كليك يمين سايت لا يبقى تقريبا Domains and Trust GNS سوري يا شباب من دومين اند تراست مش من ساينس اند سيرفيسز. انا جيت على كلمه اكتف دايركتوري دومينز اند تراست نفسها كليك يمين بروبرتيز هلاقي في حاجه هنا اسمها يو بي ان سافكس. كنت قلت لكم قبل كده ركزوا في الكلمه دي عشان هنحتاجها قدام. ايه اليو بي ان ده؟
فاكرين لما جيت ادخل هنا على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز اليوزر برنسبل ايوه اليوزر برنسبل نيم لما جيت ادخل هنا على اي مثلا يوزر عندي سي على سبيل المثال اكونت زي ادمنستريتور مثلا تمام لو جيت هنا على الاكونت بتاعه هلاقي اليوزر برنسبل نيم بتاعه ايه هو اللي هو اليوزر لوجن نيم اللي هو ايه يا شباب اليوزر لوجن نيم هو بيدخل على الدومين اللي اسمه سيسكو دوت كوم تمام طب لو انا قلت لا اليوزر ده انا هخليه لوجن عن طريق سافكس مختلف هيجي تاني زي ما اتفقنا كليك يمين هنا بروبرتيز وادي له سافكس بدل مثلا سيسكو دوت كوم اخليه مثلا سي اي دوت نت ات تمام لو جيت هنا على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز ريفرش بس كده انا غير الدومين الاساسي ولا انا عايز اغير شايب دومين اسم بقى اللي هو حاجه ماشي انا بوريكم بس الطريقه بوريك ان انت ممكن تغير الاسم الطويل قوي ده تحط مكانه اسم صغير ده بنسميه السافكس او بنسميه اليو بي ان سافكس تمام لو جيت هنا تشيك لقيت ايه السافكس اتغير اهو اختار اللي انت عايزه فلو انت عندك دلوقتي النيم سبيس كبير قوي يا باهي ممكن تعمل ايه تضيف له السافكس صغير شويه بحيث اليوزر اصلا يلوجن على طريق السافكس الصغير ده يلوجن ازاي هنا مثلا انا هخليه لوجن بادمنستريتور على ايه @ci.net وانتوا بتلوجن على الماشين يا شباب انا هلوج اوت دلوقتي كده من الماشين دي ساين اوت هو انا بلوجن ازاي مش انا بكتب سيسكو على ادمنستريتور صح انا ممكن قوي قوي ان انا اكتب له سيسكو او سوري ادمنستريتور ات اسم السافكس بتاعي ات ايه يا شباب اللي انا خليته ايه دلوقتي سي اي دوت نت دخل عادي جدا الدومين التاني لو في واحد عايز يخش على الدومين اللي هو السي اي السافكس بتاعه لو عايز يدخل على دومين تاني الدومين اللي هو مثلا وليكن ايه عندي حاجه غلط ثواني هو السافكس انا غيرته ولا لا بالنسبه للادمنستريتور تقريبا ما غيرتش السافكس يا شباب هتاكد بس كده هو ام ار نعم هتاكد بس ان انا غيرت السافكس ولا عموما يعني لما يقوم انتوا اخدتوا بالكم ان انا يا اما بدخل باسم الدومين على اسم اليوزر او باسم اليوزر ات اليوزر برنسبل نيم اسم الدومين تمام لو دخلت هنا على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز ادمنستريتور اكونت لا انا ما غيرتهوش ما ضغطتش اوكي هقول له ايه ادخل بسي ات سي اي دوت انا لما دخلت هنا لقيتها فاضيه مش عارف يعني حتى لو فاضيه هنخش سيسكو دوت نت حتى لان ده الديفولت اصلا تمام هو كده نجربها تاني كده ادمنستريتور ات سي اي دوت نت لا هو انا شاكة في حاجة اصلا تقريبا زي ما باهي قال هي اتغيرت ورجعت تاني لوحدها بس بالنسبة للاكاونت بتاع الادمنستريتور هي بتختفي انا معرفش ليه تعالوا بصوا هعملها لكم هنا على البي دي سي
على اساس ان انا عندي اكونتات كتير ممكن اتست عليها. ده بتاع سيتا. تعال نعمل سافكس كده بسرعه على سيتا. تحت اكتف دايركتوري دومينز اند تراست بروبرتيز هكريت هنا مثلا سافكس اسميه. طبعا ما ينفعش اتنين سافكس ليهم نفس الاسم. فسي مثلا هنسميه سيتا دوت نت. هسميه ايه يا شباب؟ انا بدخل بسيتا دوت لوكال صح؟ لو جيت الوجن دلوقتي كده الاول اغير السافكس على مستوى الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. انت كده هتغيره بير يوزر. بير يوزر لازم اخش على اليوزر. ما انت ممكن بقى تسلكتهم كلهم مثلا كده يا باشا. تمام. طب ثانيه واحده بس اعملها لكم. هنا سيتا دوت لوكال هخليها مثلا سيتا دوت نت. دي هيشتغل عادي لان انا عندي اليوزر لوجن نيم. هناك المشكله في الادمنستريتور اللوجن نيم اساسا كنوع من السكيورتي متشال. هو بيدخل بطريقه اليوزر لوجن نيم الطريقه العاديه. تمام. بس في حاجه اي بي اليوزر اللي اسمه اي بي باي ديفولت يا شباب. كنت مش فاكره قلت لكم المعلومه دي ولا لا. في عندي ديفولت جروب بوليسي بتقول ان اليوزر العادي ما ينفعش يلوجن لوكالي على الاكتف دايركتوري. يعني انا دلوقتي لو حاولت ان انا اطلع وادخل تاني باليوزر اللي اسمه اي بي ده يوزر عادي مش من حقه يعمل ايه؟ مش هينفع عشان مش ادمنستريتور مش دومين ادمن. طب والحل؟ طبعا مش منطقي ان انا اخليه ممبر من الجروب اللي اسمه دومين ادمن عشان بس يلوجن لوكالي. نعمل مكنه ثانيه بقى. لا 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 ليه؟ انا ممكن دلوقتي اعدل في البوليسي دي من تولز جروب بوليسي مانجمنت. هلعب بس في الجروب بوليسي هسمح لليوزر اللي اسمه اي بي ان هو يلوجن لوكالي على الماشين. تمام. فادخل تحت ديفولت دومين كنترولر بوليسي اديت. كنا قلنا قبل كده ان دي البوليسيز اللي متطبقه على مستوى الدومين كنترولر ذات نفسه مش على مستوى الدومين. تمام. لو دخلت هنا تحت بوليسيز تحت ويندوز سيتنجز يعني في دلوقتي بوليسز بتبقى متطبقه على مستوى الدومين ككل وفي بوليسز مور ريستريكتد متطبقه على الجهاز بتاع الاكتف دايركتوري. تمام. لو دخلت هنا على سكيورتي على يوزر رايتس يوزر رايتس هو المشكله بس ان هي مش بتبقى مترتبه الفابيتيكال. فاضغط هنا على بوليسي دي عشان تترتب الفابيتيكال. في هنا اللاو لوجن لوكالي. اللاو لوجن لوكالي مين اللي من حقه يدخل؟ الناس اللي قدامي دي بس. طب انا عايز اسمح كمان لليوزر اللي اسمه اي بي ان هو يدخل. فهقول له اد ما تكتبلوش هنا اي بي. تقول له براوز اي بي. لو جيت تشيك جابه اهو. تمام. عشان يتكتب بالطريقه دي اسم الدوين على اسم اليوزر. تمام يا شباب. اوكي ابلاي. وبعد كده هكتب امر بس كده اهو. احنا اتفقنا ان هناخد الجروب بوليسي قدام ان ديتيلز ان شاء الله. عايزه بس ابديت الجروب بوليسي بتاعي. امر كده هناخده دلوقتي مؤقتا لغايه ما قدام باذن الله نشرحه. جي بي ابديت على فورس عشان الجروب بوليسي ديتك افكت. لان لو ما كتبتش كده هيقعد شويه هيقعد فتره. هنعرف ساعتها هيقعد قد ايه باذن الله. كده بيقول لي ان هي سكسسفولي. لو جيت اطلع دلوقتي ندخل كده باي بي ات. انا غيرت لها السافكس بتاعها بقى ايه؟ دوت نت. must be changed. ماشي يا عم. هو كده دخل. هو بس طالب مني ان انا اغير الباسورد كنوع من الايه؟ السكيورتي تبع الجروب بوليس. يعني دخل خلاص هو اليوزر العادي. كان اسد ات 1 2 3 بس ما كنتش غيرته. ممكن اكون انا كنت قايله له مثلا يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن. تمام. المهم ان هو يوزر عادي اهو دخل لوكالي على الماشين ودخل بالسافكس الجديد. تمام. يبقى المشكله هنا لا مفيش اي صلاحيات. ابسط حاجه دلوقتي
لو جيت انا اعمل لوج اوت او سوري شوت داون للماشين. بصي بهي ده ابسط حاجه ممكن اوريها لكم دلوقتي. ده اساسا غلط اللي انا بعمله ده. ده انا بوريكم بس عشان افرجكم ان هو هيدخل بالسافكس مش اكتر. ده انا عايز ادخل على اي حاجه في الدنيا. ده السيرفر مانجر نفسه انا مش عارفه ادخل عليه اساسا. ده يوزر عادي. كان نوع من السكيورتي. اه اليوزر العادي يا شباب. ده بصوا الديفولت بتاعه مش قادر اساسا يلوجن لوكالي. لو انا ظبطت الجروب بتاعي الا اذا ايه؟ في كذا طريق ممكن نحطه من جروب ليه صلاحيات زي ما هنشوف المره الجايه باذن الله لما نتعلم ازاي الجروبس نشتغل عليها. ممكن عن طريق الجروب بوليسي ادي له صلاحيات اكتر. تمام. في كذا طريقه هنشوفهم باذن الله. تمام. هو في هنا يوزر اسمه ايه خالد تقريبا صح؟ بص يا شباب the sign in method you are trying to isn't allowed. انت لما حاولت ادخل بيوزر عادي ما قدرش يدخل. اي بي هو بس اللي دخل لان انا مديالها خلاص كده صلاحيات ان هي تلوجن لوكالي. تمام. انا هدخل دلوقتي بادمنستريتور. الجزء بتاع التراست ده فيه اي مشكله المكنه دي بقى هنحافظ عليها كده زي ما اتفقنا عشان ايه السيشن الجاي. وهنوقف دلوقتي المكنه بتاعه التراست دي. تمام. نعمل لها شت داون مش محتاجينها تاني عشان المره الجايه واحنا شغالين على الجروبس هنقومها باذن الله. شت داون.